انا ميكس، مش هكدب عليك، مش اجابه دبلوماسيه ولا حاجه، بس السبب اللي انا عيلتي مقسومه نصين. يعني انا عندي والدي الله يرحمه كان زملكاوي جدا، وعمي وكده، وعندي والدتي كانت اهلاويه، وخالي وخلاني كلهم كانوا اهلاويه. فانا كان عندي الميكس ده على طول في البيت يعني. فكنت اروح مثلا اللي اقعد اتفرج مع والدي مثلا يبقى في ماتش للزمالك، وكان خالي ياخدني معاه مثلا الاستاد اروح ماتش الاهلي. كان الموضوع ميكس يعني. بس ممكن شويه كون اللي انا كنت بروح مع كان خالي بياخدني الاستاد على طول، كان والدي على طول في الشغل او كده، فكان ساعات بياخدني معاه ماتشات بتاعه الاهلي، فممكن كان شويه يعني الحته بتاعه يعني الاهلي شويه ادت عندي سنه يعني عن الزمالك. هو اختيار صعب. ايه السبب؟ مش دبلوماسيه، بس انا هشرح لك ليه. انا فرصتي في اللعب الزمالك 100%، مش هروح الاهلي خالص. لو انا بتكلم في ككوره وكتيم اللي انا اروح عشان العب اقدر اضيف حاجه واقدر انا استفاد، هروح الزمالك. انما الموضوع دلوقتي بقى معقد شويه، ما بقاش كوره بس. فانا لو حياتي مش مستقره ودنيتي مش مستقره ومفيش مفيش استقرار بره الملعب، مش عارف ادي في الملعب. فهي موضوع معقد، مفيش يعني ما انا مش هكدب عليك، الدنيا واضحه. هو على طول دلوقتي في مشاكل في نادي الزمالك، في مشاكل في فلوس، في مشاكل اداريه حاصله، في حاجات كتير. انا مش هكدب، الناس كلها شايفه دي، ما بتاثر على اللعيب. مش هقول لك ما تاثرش، الناس اللي تقعد تقول لك لا طالما انت بتنزل الملعب ومش عارف، مفيش الكلام ده. انا لو مش مرتاح، مش معنى كده اني بقول لك انه لو النادي اتاخر عليا شهر، اتاخر عليا مثلا شهرين بس بعد كده بقبض، ده عادي جدا في الكوره وبتحصل في اوروبا على فكره. كانش فيها، كانت بتحصل معايا، كنت اقعد شهر او شهرين ما اقبضش وبعد كده بقبض الشهرين، ما فيش اي مشكله. ده في الناحيه الماديه. الموضوع بقى بتاع اللي ليه علاقه مثلا بمشاكل حاصله بقى وقضايا ومش عارف ايه، دي مش هكدب عليك، دي ما بتاثرش، مالهاش اي علاقه. انا يعني حاجه ما تخصنيش، انا راجل ليا في الملعب، باخد راتبي او باخد مكافئاتي او القصه دي، في ملعب بتمرن فيه معايا مدرب كويس او بلعب ماتشات. فما يشغلنيش ان مثلا رئيس نادي معاه مشكله او عضو مجلس اداره معاه مشكله، دي ما تاثرش. مش هكدب عليك، ما تاثرش على اللعيب. اللي بيأثر على اللعيب الحاجه اللي تخصه هو بشكل مباشر، اللي انت ما توفرليش فلوس، ما توفرليش حاجة كويسة يعني، مثلا فندق كويس قبل الماتش، ملعب تمرين كويس، او توفر لي لبس كويس او حاجات زي كده. حتى اللبس كمان مش حاجة كبيرة، بس انا لو باخد فلوسي كويس، ما أنا مش معنى باخد فلوسي اللي انا بلعب اللي هو ايه، اللي انت ما قبضتنيش مش هلعب. انما لا، انا راجل محترف، فانا ليا متفق معاك على رقم معين فانت تدهوني. في اندية بتبخس ده وطالبة منك اللي انت تلعب وتأدي فالموضوع، بس هو ده اللي انا اقصده، ان الموضوع معقد شويه. انما ككوره زي ما انا قلت لك، الزمالك من غير تفكير.